بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا خصية تيس كنا استأصلناها لأنها فيها تورم شديد جدا، فهنفتح نشوف ايه اللي كان داخل الخصية اللي عامل ورم الشديد ده. أظنه كان خراج، يعني غالبا خراج. بالفعل معبى صديد. كمية صديد رهيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.